ناشدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في مؤتمر صحفي عقدته في الحديدة الأمم المتحدة ودول العالم بالتدخل والضغط على دول العدوان لرفع حصارها والسماح للسفن الإغاثية والتجارية بدخول ميناء الحديدة من أجل تفادي حدوث الكارثة الإنسانية. هكذا بدت الصورة بميناء الحديدة، أرصفة تخلو من أي سفينة وميناء خاو على عروشه لأول مرة منذ إنشائه، الأمر الذي دفع إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى عقد مؤتمر صحفي طارئ لإطلاق مناشدة عاجلة إلى الأمم المتحدة ودول العالم للقيام بالضغط على دول العدوان من أجل فك الحصار لتجنب حدوث أي كارثة إنسانية بحق الشعب اليمني. نناشد الضمير العالمي بعد أن قامت الأمم المتحدة بكل جهاتها في مناشدتها أن يتم فتح هذا الميناء. نحن نطالب الآن من الجميع بالضغط الحقيقي والفاعل أن يتم الفتح الفوري لهذا الشريان. هذا الشريان سمي شريان حياة ويجب أن يظل إلى هذا، يظل هذا الشريان قائم. لا يصح أن تبدأ عملية إبادة جماعية للشعب اليمني. الأرقام الحالية التي يتم تداولها أن هناك أكثر من 7 مليون يمني على حافة المجاعة بدأت فعلا، وهذا على حسب التصريحات الأممية. وقف المشتقات النفطية أدى إلى أن المياه النظيفة لا تضخ في 3 مدن كما صرحت فيها اللجنة الصليب الأحمر الدولية، واستمرار هذا الوضع الحالي معناه أن كارثة الوباء الخاص بالكوليرا وغيرها ستتفشى في هذا البلد. الضرر أيضا طال 5000 عامل وموظف من توقف العمل بميناء الحديدة، وأصبحوا الآن في صفوف البطالة بعد أن كان الميناء هو مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم. سبب لنا الفقر والجوع، ولم نقدر نحصل مصروف القوت اليومي داخل أسرحنا، والإسر من كل الجهات، ولم نجد لنا شيء. يروح العامل يجري من سبح رب العالمين، يا الله يجيب كوت يومه، عندما اجاد الحصار يروح العامل لا شيء، يروح بيته لا شيء، مجائح بقدر لا تتصور. إذن هي رسالة إلى كل أحرار العالم لإنقاذ الشعب اليمني من الموت جوعا بسبب هذا الحصار الخانق من قبل دول العدوان، والذي رفض السماح بدخول أي سفن منذ أكثر من 12 يوما، حتى التي تحمل الغذاء والدواء لملايين اليمنيين. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.